السلام عليكم حبايبي، وياكم علي محمد. اليوم ما عندنا لا اعدادات ولا راوترات ولا كونفجريشن، كل شيء ما عندنا اليوم. اليوم عندنا موضوع حلو راح نتناقش بيه. الموضوع يخص شركة ستارلينك والاخبار اللي سمعتوها انه راح تبدي بالانترنت الفضائي. زين، احنا راح ما لنا علاقة بالمعلومات العامة، راح نتناقش بيها كمعلومات تكنيكال. جماعة شوية معلومات حلوة راح اطرحها لكم حتى تستفادوا من عندها. هل الانترنت الفضائي اللي راح تطلقه شركة ستارلينك، العفو، يوفي بالغرض افضل لو اسوأ؟ لان احنا كلنا نعرف انه الانترنت الفضائي الحالي يعني بينج عالي وسرعة قليلة، مو يعني مو ما يؤدي الغرض، مجرد مناطق نائية دا يستخدموه، ما ممكن تستخدمه بالالعاب او الستريمينج او الى اخره. هل راح تقدم لنا شركة ستارلينك فشي يختلف؟ خلينا نشوفه. زين، قبل كل شيء راح اشرح لكم الواي فاي ميش شو علاقته، ما له علاقه بالموضوع، لا راح اشرح لكم كفكره الواي فاي ميش حتى اقرب لكم هاي الاقمار الاصطناعيه شو راح تشتغل. اوكي، شو راح تتم عمليه الاتصال. نبلش نروح على الواي فاي ميش. خلينا نشرح شيء سريع عنها. الواي فاي ميش هي عباره عن مجموعه اجهزه بث او راوترات، شو يسموها متصله بينها عن طريق اتصال الوايرلس. اوكي، فمن يتنقل الحاسب او الموبايل بين هاي الاجهزه راح يبقى متصل بدون ما تفصل عنه الخدمه. راح يشوف جهاز واحد وراح تغطي بيها مساحه واسعه. اوكي، ويصير عندنا شبكه واحده، هذا الميش. نروح على نبلش اول شيء عندنا في الفيديو صغير بسيط، نفهم اول شيء شو راح تشتغل الاقمار الاصطناعيه وشو راح تتصل بيناتها وشو راح تتصل بالمحطه الارضيه. اوكي، اول شيء الاتصال بين الاقمار الاصطناعيه راح يتم عن طريق الفري ليزر او الليزر ضوء. اوكي، اختلاف الفري ليزر عن الفايبر اوبتيك، اسف هذا راح يلج طبعا وياي، اختلاف الفري ليزر عن الفايبر اوبتيك انه الفايبر اوبتيك او الكابل الضوئي يعتمد على انعكاس الضوء داخل الشعيرات اللي بداخله. اوكي، حتى يوصل للجهه المراد يوصل لها. زين، عمليه الانعكاس راح تتم عن طريق شلون نقول انحناءات، لانه مادي بالبحر بينحناءات بي مثلا مناطق ارضيه داخل وصاعد ونازل الى اخره. الفري ليزر هو اتجاه واحد بين قمر وقمر، اسرع ب 45% من الفايبر اوبتيك العادي، ويشيل داتا اكثر بهوايه. زين، من الفايبر اوبتيك يعني ما اعرف ايش قد اكثر، بس اكثر بهوايه. زين، فراح يقدرون ينقلون سعات عاليه كلش عن طريق الليزر. الاتصال بين القمر والمحطه الارضيه او الجهاز الارضي راح يكون عن طريق الوايرلس العادي، بس ما اعرف اكيد عندهم فالتقنيه تحسن هذا الموضوع 100%. اوكي، فخلينا نبلش نشوف الفيديو خطوه خطوه، نشرح لكم اياها حتى تكون العمليه واضحه، وبعدين نروح للعمل ايش قد ارتفاع القمر وايش قد مثلا لاتنسي وحسابات واختلافه عن الانترنت الفضائي العادي. زين، نبلش وياكم. بس خلص الصوت ما اعرف. اوكي، هاي مجموعه الاقمار اللي تشوفوها اللي تمشي بمداراتها، كل مدار بمجموعه اقمار تمشي. زين، شوي نقدم. اوكي، عندنا هذا قمر صناعي، يقول لك 5 ليزر لينك. كل قمر اصطناعي راح يتصل عن طريق 5 اتصالات ليزريه بينه وبين الاقمار الاصطناعيه المحيطه به. اوكي، لاحظ راح يسرع العمليه شويه، بدا يتصل. اوكي، هاي وضحت. كل قمر راح يتصل بمجموعه اقمار القريبه عليه، الخمسه القريبه. زين، نتقدم شويه هنا، شويه نقدمه. هذا كل الاتصالات اللي راح تصير عن طريق الليزر داير مدار الكره الارضيه. بعد ان يتم اطلاق جميع الاقمار الاصطناعيه راح يبدي يروت الاقرب مسار له. اوكي، يعني الليزر ايش راح يصير؟ راح يجي اول شيء مثلا من طلبه اتصال من مثلا موقع باوروبا، راح يبدي راح تتصل بالقمر، القمر راح يحول الليزر الاقرب مسار له وينزل الاتصال هناك مثلا باوروبا. راح نبدي باول مثال اللي هو لندن باتجاه نيويورك. اوكي، اي اول مثال هنا يقول لك
سات اللي هو البينج الحالي يقرأ 59. آسف هاي ما أعرف شنو هاي. جريت سيركل فايبر أفضل يعني شلون نقول أفضل اتجاه هو 55 ملي ثانية. كورنت انترنت هو 67 ملي ثانية. ده يقارن لك أنه الانترنت العادي الحالي على الكرة الأرضية البينج بي راح يقرأ 76. أوكي بالفايبر بالعفو بالأقمار الاصطناعي راح يقرأ من 55 ل 59. خلينا نشوف حسب اتجاه تحرك الليزر. شوف عندما يتحرك الليزر شوية صعد البينك. انتبه 60 هنا أفضل اتصال هو 55 راح يبدأ يتحرك. انتبه جيد خلنا نوقف هنا شوية. هاي محطة أرضية اللي هي يوزر حاط له جهاز بدي يكنك على القمر. هذا قصدي بالمحطة الأرضية. وهاي محطة أرضية متصلة وايرلس بالقمر هذا. وهاي محطة متصلة وايرلس لهذا القمر. كلها راح تخابر عليه بهاللحظة هاي. اي بس خلي اسوي صامت شباب مرقصاتكم. اعذروني الكل راح تتذكر تخابرني بهاللحظة من اسجل فيديو. اي وين كنت والله دوخوني. اي هنا عندنا قمر اتصل بالمحطة الارضية وهنا قمر اتصل بالمحطة الارضية. بدا الشعاع الليزر يتنقل بين الاقمار ويختار افضل مسار له مثل ما تشوفون. زين عيني ده يقرأ هنا 59 57 بس لحظة. اوكي المعدل 55 والانترنت الحالي 76 مثل ما قلنا. شوي نقدم هنا شوي نظرة يعني من فوق ده تشوفوها. هذا ده يبين لك انه الشعاع الواحد او الاتصال الواحد سنجل. ماشي شوي نقدم راح يبدي يروت لك اكثر. هنا بين لندن وجوهانسبرغ البينج الحالي 90. شوف لاحظ الفرق. يقول كورت انترنت 190 بين لندن وسنغافور. اوكي بعيده كلش الانترنت العادي بالاقمار الاصطناعيه راح يكون عندنا البينج معدل 90. اوكي يعني فرق 100 ملي ثانيه بين لندن وسنغافور فشي كلش بعيد. وهنا الشعاع ده يتنقل تلاحظون 196 94 زين ده يختار المسار. اوكي مثل ما وضحنا بالميش. شوي نقدم قدم بعد هنا بدا ده يضيف لك. شوف هنا احنا مو قلنا كل قمر خمس لينكات راح يتصل. زين هنا بالسيميليشن بدا يضيف لك باقي الاتصالات حتى تكون عمليه واضحه. اللي ما يقدر اللي دا يشرح الفيديو ما يقدر يعطيك راسا حتى لا يصير واسع عليك. فهنا ده يقول لك 50 50 52 53 54 هذا البينج المعدل اللي هي بين الاقمار الاصطناعيه. اوكي افضل شيء 55. نقدم شويه نقدم شويه لاحظ هذا شعاع الليزر اللي دا يتحرك اللي لونه اصفر اللي دا تشوفه وهذا اللي هو الخط بين لندن وجوهانسبرغ دا ياخذ اكثر من مسار. اوكي شباب شوي نقدم ما اريد يعني اعقد الموضوع عليكم لانه هوايه به شرح. زين نتيجه هذا السيميليشن او الشرح انه راح يكون عندنا تقريبا 40% او 30% افضل من الانترنت العادي كبينك. السرعه قلنا هو اعلى ينتهي من عندها. اوكي زين ليش راح يكون افضل من الانترنت العادي؟ شنو السبب؟ احنا قلنا الليزر بس بعد اكو سبب ثاني راح اشرح لكم اياه. لانه القمر الصناعي مخليه بمدار اسمه بولار اللي هو مدار قريب كلش على الكره الارضيه. مدار بولار ارتفاعه من 100 الى 200 كيلو متر. ما اعرف هاي واحد ما معقوله واحد. ارتفاع القمر الصناعي اللي راح يطوقوه اللي هو تابع لستارلينك راح يكون ارتفاعه 340 كيلو متر اللي هو قريب من مدار بولار. اوكي اللي هو هذا لونه الاحمر زين ماشي. وهذا القمر دا يدور بهذا المدار. الخط الاخضر اللي هو المدار العادي اللي هو الاقمار الاصطناعيه العاديه ارتفاعه راح يكون 35800 كيلو متر بهالحدود هذا. ففرق كلش قوي يعني لانه 340 وين و 35000 وين. هذا السبب اللي راح يخليه اسرع. ثاني شيء الاقمار الاصطناعيه العاديه ما اعتقد ما تستخدم الليزر بهاي التقنيه ما اعتقد يعني. فاللي راح يميزهم اول شيء قربه من الكره الارضيه. ثاني شيء راح اتصال بين الاقمار راح يكون عن طريق الليزر. زين خلينا نشوف فد معادله صغيره هنا. هنا بيحسب بس الضوء. اوكي
هنا يقول لك 35,000 كيلومتر في اثنين. ليش في اثنين؟ لانه الاتصال اول شيء راح يصعد للقمر بعدين ينزل للكره الارضيه، فراح ينضرب في اثنين بمنطقه يعني محصوره اذا كانت متساويه 35,000 كيلومتر، مو منطقه بعيده كلش مثل سنغافور ولندن مثل ما شرحنا. على سرعه الضوء اللي هي 300,000 كيلومتر بالثانيه راح ينطيني بينج 233 ملي ثانيه بافضل حالاته، اوكي؟ اللي هو الـ نقول العادي، اللي هو هذا القمر الصناعي العادي اللي تشوفون وين مكانه. ستارلينك اللي هو هذا كلش قريب على الكره الارضيه، لور ايرث اوربت اللي هو ارتفاعه 340 كيلومتر راح ينطيني 3 ملي ثانيه كضوء، كسرعه ضوء. بالنسبه للانترنت اللي هنا هاي الجمله مكتوب ما اعتقد تطلع عندكم تي سي بي يو دي بي هالحكي هذا، راح يكون معدل من 20 الى 30، راح يكون ابطا شويه من الضوء نقل الاتصال بالضوء. هذا المعدل 20 الى 30 ملي ثانيه ليزر، اوكي، استخدام الليزر ينضاف لها الوايرلس اللي بالمحطه الارضيه، فراح ينتج عندنا 50 55 60 بهالمعدل هذا مثل ما شرحناه قبل شويه. زين عيني، اوكي، هاي هسه فهمناها. بعد شنو عندنا؟ بعد فديتشي تخيلات نقول، اوكي، خلينا ناخذ فد مثال لل يسميها النودات او الداتا سنتر اللي منتشره بالكره الارضيه. راح ناخذ مثال للامازون. امازون هو عباره عن سيرفرات ضخمه، المواقع تخزن عندهم شلون نقول سيرفراتهم وشغلهم، فراح تكون منتشره بهالطريقه. يعني مثلا اذا انا بالعراق هنا اقرب نود الي هو شنو؟ كلكم تعرفونه، فرانكفورت، اوكي، او ميلانو وفرانكفورت، معروفه بالعراق كل انه فرانكفورت البنج عليها اقل شيء. ليش البنج على فرانكفورت اقل شيء؟ لان الاقرب للعراق بالارض. زين، اذا انا بالعراق نصبت اجهزه ستارلينك وسحبت انترنت، ايش راح يصير عندي؟ راح اتصل بالقمر القريب علي اول شيء، اوكي. القمر ايش راح يسوي؟ راح يتصل اول شيء بفرانكفورت اقرب شيء، شوف وين الاقرب لي ويرجع لي اتصال. زين، فهذا اللي سبب انه البينج راح يكون يعني 50 او 60. مستقبلا اذا يعني انا دا هيك مجرد افتراضيات، مستقبلا اذا نقلت هاي الداتا سنتر كلها وصارت بالفضاء، تخيل يعني صارت عندنا بالفضاء محطات فضائيه مركزيه بها داتا سنتر وسيرفرات، والمواقع الانترنت خزنت مواقعها هناك بالفضاء، تخيل ايش راح يصير عندنا؟ راح يصير عندنا بعد يعني سرعة خيالية بالانترنت. ثاني شيء البينج راح يقل هواية بشكل كلش قوي، لانه القمر سبب التأخير اللي هو 40%، القمر لازم صحيح يتصل بيه مباشر، بس ما راح يتصل بهاي الداتا سنتر مباشر الا اذا هم نصبوا، اوكي، نصبوا اجهزة. زين، ف يعني اقدر اقول لكم انه احنا تقريبا بداية ثورة بعالم الاتصالات بعالم الانترنت. مثل ما اختراع الانترنت سوى ثورة، هذا يعني يعادل اختراع الانترنت والثورة، اوكي، ثورة بالاتصالات. سرعة عالية حتكون، بين كلش قليل بالالعاب وبكل شيء، بكل شيء يعني، فشي حيختلف نهائي. انا متاكد مستقبلا من الخمس او عشر سنوات الموضوع حيختلف نهائيا جذريا عن اللي دا نشوفه احنا حاليا، لانه غير شكل. ثاني شيء اعتقد هيك مواقع اللي هم امازون ضخم طبعا، 70% من الانترنت هم مخزنين ذولا اللي هم الامازون الاوس اي دبليو اس، 100% راح يسوون راح يربطون مبدئيا على شلون نقول الاقمار الاصطناعيه. يعني مثلا هالداتا سنتر مال فرانكفورت وينه؟ فرانكفورت، بدل ما يتصل عن طريق كابل ضوئي ويوصلني اليه، ايش راح يسوي؟ راح يربط شعاع ليزري باقرب قمر اله اللي هو تابع ستارلينك، فاني من راح اتصل وين راح يوجهني؟ ما راح يوجهني على محطه ارضيه وقمر ولا لا، راح يوجهني للقمر الاقرب اللي هو متصل مباشره بفرانكفورت، لانه اكيد الاقمار الاصطناعيه اللي تابعه لستارلينك راح تتصل بمحطات ارضيه، اوكي؟ يعني اعتقد تفهمون الفكره، اكو فرق بين اتصاله بيه مباشر، يعني انا نانو مثلا عندي مثل النانو اجهزه اللي متصل بالقمر الاصطناعي، وفرق عن الجراوند ستيشن المحطه الارضيه اللي متصله بالسيرفرات اللي راح يوصلني الها. اذا صار عن طريق الليزر لينك راح يفرق هوايه بالاداء. زين عيني، شنو عندنا بعد ما شرحنا؟ تقريبا يعني
اغلبيته شرحناه هذا. اوكي اعتقد يعني وضحت لكم يعني اغلب الفكره العامه. ما ادري يجي على بالي فد شيء اشرح، لان انا ترى يعني الفيديوهات اغلبها يعني ما احضر فد شيء ببالي، لا اشرحها مباشره. اوكي هذا فيديو يعني بدون ما امنتجه، بس لحظه واحده. اي مو كنا الفيديوهات ما عندي وقت امنتجها واقطعها واحضر وما ادري شو، لا هيك اشرحها طق بطق. زين شباب، فمرات تروح من بالي شغلات، اضطر اعيد الفيديو كله لان احب يعني احب استمر بسلسله يعني افكار ونوصل للاخير. زين، فاتمنى تستفادون من الشرح هذا، يكون سهل لكم، واتمنى اكون ما طولت عليكم. تحياتي للجميع، اخوكم علي محمد.